والله يعني هو ليه حاجات كتيرة. إنسان أنا أذكر قبل ما يدخل المستشفى بيومين كان مشكل لطالبة مسجلة مع الماجستير لجنة حكم على المناقشة، وكان ما خلاص مفروض يعني الوقت بتاعها قرب يخلص، وكان مفروض أنا يعني من يعني عضو لجنة حكم على الرسالة، وأنا كنت لسه جاي من ألمانيا تعبانة، فبيقول لي عايزين نخلص البنت دي حرام. فأنا قلت له رمضان بقى حد يناقش في رمضان، خلينا بعد رمضان كده. قال لي أشهد الله إن أنا عايز أخلصها وذنبها في رقبته. يعني لا تصدق إن الحتة دي ألماني أول أنا شخصيا، يعني إن هو يعني توفى، وعشان كده أنا عملت للبنت الإجراءات وإن شاء الله هتناقش بعد العيد الكبير. فكان بيهتم بحاجات بسيطة، يعني دايما بيعتبر الباحث يقول لي أنا مريض بظروف ما حدش ساعدني وتعبت لما خدت الماجستير والدكتوراه، فكان يعني بيمد ايده لاي حد. يمكن زي ما قال بعض الزملاء اللي يتاخر على دفع الفلوس يقول لك لا حرام، ما دام هو طالب يعني عنده الامكانيات ما تخليش الماده، ممكن يكون مش فاكر، ممكن يكون معهوش ظروفه، ما تحرموش من انه يوصل دراسات العليا عشان ما عشان الفلوس. فكان دايما حتى ما كان عميد الكليه كان ياجل او يدفع من جيبه ويقول لهم بعدين وهدونا الفلوس منه. فهو ليه لمسات صراحه يعني انسانيه كتير، ويعني هو حتى قريب قوي كان بيقول لاولاده حاجه انا عملت علم ينتفع به، والحمد لله عامل صدقه جاريه. يعني يمكن الحاجات مثلا ان هو وسع جامع المسجد الجامعه فشارك بكل بير كصدقه جاريه، انا عملت صدقه جاريه وعلم ينتفع به، فاضل دعاء الابن الصالح. فهل انا اب بستحق دعاء؟ فاولاده حتى ساعتها يعني بكوا وقالوا ونعم الاب الصالح. وانا بقول يعني لا مش الثلاثه اللي بيحملوا اسمه، انا بقول كل اللي اتخرج من القسم يعني قبل ما يكونوا حاسين ان ده استاذهم في حته ان هو والد لكل واحد. كلنا اولاده بجد، يعني في مواقف كتيره الواحد ما يعني ما يحبش تبقى في ميزان حسناته، ما يحبش ان انا اقولها، لكن ما في طالب يجي مثلا يقول له يا دكتور فلوسي اتسرقت، يا دكتور اهلي مثلا اتاخروا عليه عايز فلوس، يديله ويمكن ما يفكرش خالص ان هو ياخدها، تقول له دي انا زي بابا بالظبط وكده. فهو ليه لمسات كتيره صراحه الواحد لو يقعد يتكلم فيها. ده حاجه الكتب اللي هو يعني يمكن انا جايبه لكم شويه كتب هنا. هو ما شاء الله يعني ألف 45 كتاب، وكان يعني نفسه يكملهم 50 ولكن القدر سبب. يعني كان نفسه يقول انا نفسي يعني كتب كده ان انا مؤلف 50 كتاب، والحمد لله كتبه بتدرس في جميع اقسام الاعلام مش بس في مصر، لا ده الدول العربيه. يعني درجه اكتر الناشر اللي هو بينشره دار الفجر يقول له جامعه الكويت طالبه كتاب في كذا، جامعه الامارات طالبه، يعني بيطلبوه يعني كانه هو بالظبط يعني بيحط صيغه الماده العالميه اللي تدرس للطلبه، يعني او الفكر المنهجي للطلبه اللي بيدرسوا عليه. ودي يمكن ناس كتيره ما عملهاش، يعني بعض الاساتذه مع احترامنا اساتذه كليه الاعلام لانهم كل واحد بحسب فكره بيعمل الكتاب بيوجهه حسب فكره، انما هو بيحط ماده علميه بموضوعيه جديده، ده العلم اللي احنا نعلم بيه الطلبه بتوعنا. فهو كان عنده الحته دي ان هو حط يعني في الناحيه الاكاديميه حط نقدر نقول لبنة للعلم في كل تخصصات، في علاقات العامة، في التحرير الصحفي، في الرأي العام، في الشائعات. يمكن في مجموعة كتب أنا جايباها هدية تشوف المؤلفات ليها متنوعة، والحقيقة كلها كتب يعني للتدريس، يعني كتب نقول عليها تكست بوك، يعني كتب مراجع أساسية. فده من الحاجات اللي تحسب لهم يعني في ميزان حسناته إن شاء الله. مشكور جدا يا فندم، ونعزيكم ونسيك كلنا فوق أخبار اليوم. شكرا خالص، شكرا جزيلا، شكرا. السلام عليكم. يعني في الفترة اللي أنا أخذت فيها طول في أداء قسم الصحافة كان بداية كان عضو من الخارج. في الفترة دي كان معظم أساتذة الصحافة في الكلية من جيل الشباب، يعني لسه يعني ما خدوش الخبرة الكبيرة اللي هما يتعاملوا فيها مع الطلاب. كنا داخلين الكلية وإحنا الأمور مهمة قدامنا، كان التعامل بشدة، القلب الحنين الذي يحكم على الطلاب كان هو الدكتور محمد منير حكايه. في بدايه الاختبارات للطلاب كانوا بيعملوا لقاءات يسالوا فيهم الطلبه عشان يختاروا مجموعه صغيره تدخل قسم الصحافه. فكان رحمه الله عليه الدكتور عبد الوهاب كحيل سألني سؤال، قال لي مين أشهر واحد عندكم في بلدكم؟ وكان الدكتور ومين حبيب موجود؟ فقلت له أنا أشهر واحد. قال لي إزاي يعني؟ قلت له حضرتك مش مصدقني، انزل البلد واسأل هيقولهم لك، لو سألت من أيمن هيعرفوا من أيمن، لكن لو سألت
مين الشقة على الجنين دي، ولا مين اللي هو فلان، ولا مين اللي هو فلان، مش هيعرفوه. لو شفتها نازل قلت لهم انا حاجه ضحك، قال انت ذكي وانت لازم تتكلم في وسط الصحافه. فالانطباع الاولاني مع الدكتور منير عياد ساب عندي بصمه شديده، انه تلقى الحنين صاحب القلب الكبير الذي يحنو على الدوران. في موقف تاني قابلته بعد فتره، كنت انا معظم اوقات الدراسه مبقاش موجود في الكليه، كنت بتدرب هنا في اخبار اليوم، كنت بروح وقت قليل جدا من الكليه. لو جيت مشاكل في الدراسه سالت الدكتور منير قال لي ما لكش علاقه خالص، انت ركز في الدراسه واي حاجه تانية انا ممكن احلها لك في مشكله الغياب. لما تتعلم من الحب والقدوه وتلاقي الاستاذ مش مجرد استاذ، مجرد اب، لا ده اب كبير يحنو عليك ويعرف عليك ويحل لك كل المشاكل. ازاي ما تحبوش؟ ازاي ما تقدروش؟ ده بعيدا عن علم الوزير الكبير اللي افاد بيه كل طلاب قسم الصحافه اللي موجودين دلوقتي في كل المؤسسات الصحفيه. الدكتور من الحياه لا يعوض من حبه وعلمه وقدوته لكل الاجيال الصحفيه اللي موجوده دلوقتي. رحمه الله رحمه واسعه وانا واسرته وزملائه الصبر والسلوك. شكرا.